واش راه فامي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. القصه ديال الفيلم ديالنا غادي تبدا مع ثلاثه ديال البنات شيلسي صوفي ومارتين. غادي يمشيو يدوزوا الفاكونس ديالهم فواحد الفيلا جايه بعيده في الصحراء. وهاد الفيلا هادي ديال بوين مارتين. مارتين مشهوره بزاف في الانترنيت، ميمكنش تجلس بلا ما دير لايف وتهضر مع لي فان ديالها. غادي يكونوا كيتسناو اليوم واحد الحدث اللي هو كبير بزاف. غادي يكونوا كيتسناو في الليل غادي يدوزوا بزاف ديال النيازك في السماء، والناس غادي يكونوا كلهم كيتسناو باش غادي يتفرجوا. البنات غادي يدوزوا النهار ديالهم في البيسين وكانوا كيشربوا كويسات ديال اتاي جليل، وهداك النيازك غادي يبقاو يدوزوا في السماء وهما كانوا كيتفرجوا وعجبهم الحال. من بعد البنات بقاو كيهضروا وكيشوفوا شنو غادي يديروا غدا. فهاد اللحظه هادي واحد الحجره كبيره غادي تطيح في البيسين. هذيك الحجره ملي طاحت في البيسين غادي تخلي الماء ديال البيسين كيغلي. واحد شويه داك الحجره غادي تطلق واحد الماده كحله والبنات ما غادي يفهموا والو. البنات غادي يقرروا باش غادي يخرجوا هاد الحجره من البيسين، وملي غادي يطلعوا داك الحجره غادي يحطوها قدام البيسين. من بعد داك الحجره غادي تطلق واحد الريحه خايبه. البنت اللي سميتها شيسي بقات كتشوف مزيان وغادي يبان لها واحد الوجه. قالت لهم هادي ماشي حجره، هذا راه شي حيوان. هذا مشات شدت واحد الكتاب وبدات كتقلب على الحيوان هذا باش تشوف واش تلقاه. غادي تلقى داك الحيوان المدرع وسحبها هو هذا. صوفي بغات تخدم التليفون ديالها ولكن ما بغاش يخدم لها. لا غد لي في الصباح مارتين بغات تخدم التليفون ديالها وغادي يطفى لها بوحدو. ما فهمتش هاد البلان هذا، التليفون ديالها ما فيه حتى شي مشكل. غادي يطلع لها الدم حيت ما غاديش تقدر دير لايف باش تهضر مع لي فان ديالها. شيلسي حتى هي غادي تجبد التليفون ديالها ولكن غادي يطفى لها حتى هي. البنات فهاد اللحظه هادي غادي يشكو وغادي يقولوا هادشي هذا وقع بداك النيزك ديال البارح. من بعد غادي تفكروا داك الحيوان اللي كاين برا، ملي خرجوا باش غادي يشوفوه ما غاديش يلقاوه، وغادي يلقاو غير الاطراس ديالو. غادي يبقاو تابعين داك الاطراس حتى غادي يلقاوه في الجرده. غادي يلقاو داك الحيوان الشكل ديالو تبدل ومغطي بزاف بواحد الماده كحله. غادي يشكو غادي يقولوا واقع شي حيوان كبير اللي جرو جابو لهنايا وكان باغي ياكلو. من بعد غادي يزيدوا يشموا الريحه ديالو اللي غادي تكون خايبه بزاف. وملي كانوا حانين كيشوفوا فيه غادي يبان خونا مراهم سميتو بريت وغادي يخلعهم. هاد خونا هذا هو المكلف بالجرده ديال لابيسين، كيجي مره كيقادها. صوفي مشات عند بريت وطلبت منه باش يشد هاد الحيوان هذا ويلوحوا على برا. بريت غادي يوافق، وملي مشى قرب داك الحيوان غادي يشم فيه واحد ريحه خايبه. بريت قال لهم غادي نلوحوا على برا ولكن بشرط غادي تعطوني الفلوس وحده فيكم غادي تعطيني بوسه. من بعد ملي ادى داكشي اللي بغى غادي يمشي يجرو داك الحيوان باش غادي يلوحوا على برا. ملي بقى كيدفع داك الحيوان باش يديروا فواحد الساك ويخرجوا. داك الحيوان كان ثقيل بزاف. واحد شويه صاحبنا بريت غادي يضرب داك الحيوان برجله. هاد اللحظه هادي داك الحيوان غادي يغوت واحد الغوته كتخلع. بريت في البلاصه ما غاديش يدور موراه ومشى كيسبق هرب مشى بحالاته. البنات ملي غادي يشوفوا هاد البلان هذا غادي يمشيو عند داك الحيوان. ملي وصلوا عنده لقاو كيتحرك وكيغوت وبقاو كيهضروا بيناتهم. البنت اللي سميتها مارتين قالت لهم خصنا نقتلوه. قالت لهم كيبان هاد الحيوان هذا مريض وكيتعذب، واحسن حاجه نديروها هي نقتلوه ونخليوه يرتاح. في التالي البنات غادي يتفقوا بيناتهم باش غادي يشدوا هاد الحيوان هذا غادي يجروه شويه بعيد على الفيلا ديالهم. البنات حاولوا باش يجروه ولكن هاد الحيوان هذا كان ثقيل بزاف، وخا البنات بثلاثه بهم ما قدروش يزعزعوهم بلاصه. صافي غادي يسمحوا فيه وتما غادي بحالتهم باش يمشيو للفيلا. فهاد اللحظه هادي هو غادي يوقف وبقى كيشوف فيهم بواحد الطريقه اللي غريبه وهما كاع ما شافوا هادشي هذا. البنات ملي غادي يرجعوا للبيسين غادي ياخذوا واحد الفنيدات اللي كيطيروا البلاكه، ومن بعد غادي يشربوا واحد كويسات ديال اتاي وغادي يزهو مزيان ديال بصح. في الليل ملي كانوا البنات ناعسين شيلسي غادي تضرب الفيقه وسمعت داك الحيوان كيغوت بواحد الطريقه غريبه. خرجت لعندو باش تشوف مالو، وملي وصلت عندو لقاتو كيغوت وكيبكي. بقى فيها جابت واحد الفوطه لهو تاعلي ودخلته معها للفيلا. البنت كاع ما لاحظت بلي هاد الحيوان هذا الوزن ديالو تبدل. ملي كانوا ثلاثه بهم بغاو يحركوه ما قدوش، ودابا هي غير بوحدها هزاتو. مشات جابت له واحد القرعه ديال الحليب وشربتها له. لا غد ليه في الصباح البنت اللي سميتها مارتين غادي تفيق، وملي مشات للثلاجه غادي تدور راسها وغادي تلقى الحيوان هذا كاين في الفيلا. مشات عند البنات وبقات كتغوت على البنت اللي سميتها شيسي وقالت لها علاش دخلتيه للفيلا. قالت لها غادي تنوضي دابا وغادي تخرجيه من هنايا ما بغيتش نشوفه لداخل. ملي مشات عنده غادي تهزو باش تخرجوا على برا. الحيوان غادي يغوت واحد الغوته مجهده وغادي يخلعهم. شيلسي وصوفي غادي ياخذوا واحد الطونوبيل صغيره وغادي يمشيو عند جارتهم باش ياخذوا معها الطونوبيل ديالها الكبيره باش يقدروا يمشيو للمدينه بها. فهاد اللحظه هادي مارتين كانت كتفكر باش غادي تقتل هاد الحيوان هذا، حطت له السم في الحليب وغادي تعطيه باش يشربو. ملي قربت عنده باش تعطيه داك الكاس ديال الحليب، داك الحيوان غادي يشوف فيها واحد الشوفه غريبه، وحتى هي غادي تفيكس بلاصتها وبقات غير كتشوف، وغادي يطيح لها داك الكاس من يديها. البنات غادي يوصلوا عند جارتهم، وملي غادي يمشيو ما غاديش يلقاوها. الطونوبيل ديالها كاينه ولكن هي ما كايناش. ملي غادي يقربوا واحد الباب غادي يلاحظوا بلي الباب ديال دارها محلول. ملي غادي يدخلوا للدار غادي يلقاو بزاف ديال الاجهزه، غادي يلقاوها كانت مهتمه بزاف بهذاك النهار اللي دازوا فيه النيازك. ملي ما لقاوهاش غادي يقرروا باش غادي يرجعوا بحالتهم للفيلا ومن بعد يرجعوا لعندها. ملي غادي يرجعوا للفيلا غادي يلقاو مارتين كانت في البيسين، وغادي يقولوا لها بلي راه ما لقيناش جارتنا. غادي يتفاجئوا بلي كتهضر معاهم بواحد الطريقه غريبه وكانت مكالميه وكاع ما كتغوت عليهم. ملي غادي يخليوها ويدخلوا للفيلا غادي تبان بحال اللي تجمدات ببلاصتها، ولات بحال شي روبو. في الوقيته ديال الغدا ملي كانوا كيتغداو البنات غادي يلاحظوا بلي مارتين كتاكل بواحد الطريقه غريبه بحال اللي عمرها كلات. ملي سالت الطبسيل ديالها غادي تاخذ حتى الطبسيل ديال صاحبتها وكلاته. مارتين من بعد ما بقاش كتسوق لصحاباتها، صحاباتها قالوا صافي بسبب هادشي اللي وقع صافي البنت هبلت. نهار كامل هي كتريني وما كتعياش كاع. في الليل صوفي ملي كانت ناعسة غادي تسمع شي أصوات غريبة، وملي خرجت غادي تتفاجأ، غادي تلقى صاحبتها مارتين كانت ناعسة مع هاد الحيوان هذا.
كنت كدير معها علاقه، وحتى الحيوان هذا الشكل ديالو تبدل ولا غريب بزاف. صوفي ملي شافت هذا البلان هذا تصدمت وبغات تغوت. اللحظه اللي كانت غادي تغوت الحيوان هذا غادي يسيطر عليها، بقى كيشوف فيها وتجمدت ببلاصتها، غادي يتحكم فيها وحتى هي غادي تدخل معاهم وغادي يديروا علاقه بثلاثه بيهم. شيلسي ملي غادي تفيق ما غاديش تلقى داك الحيوان في الفيلا، مشات عند البنات وسولتهم فين كاين. البنات غادي يهضروا معاه بواحد الطريقه في شكل وكانوا مبردين، قالوا له بلي داك الحيوان راه داروه في البيت وراه ناعس في الناموسيه. مسكين ما بقاش قادر ينعس في الارض الليل كامل هو كيغوت. غادي تمشي عنده للبيت وطلت عليه وقاد داك الحيوان كان مرتاح مع راساته، بات فايق مسكين. من بعد مشات عند صحاباتها وقالت لهم بلي انا صافي ما بقيتش باغا نجلس هنايا، بغيت نمشي بحالاتي، ولكن غادي يجاوبوها وكانوا بحال اللي ما مسوقينش كاع. من بعد قالت لهم بلي غادي تمشي تشوف جارته موجات باش غادي تاخذ معنا الطوموبيل وتمشي للمدينه. ملي وصلت لعند جارتها غادي تلقى الطوموبيل مازال كاينه تما كاين. قلبت على السوارت وما لقاتهمش ودخلت للدار تقلب عليهم. ملي دخلت بقات كتقلب في واحد الكتاب كانوا فيه شي رسومات. واحد شويه غادي تلقى واحد الرسمه ديال داك الحيوان اللي عندها في الدار، وهنا غادي تحس بلي شي حاجه واقعه ماشي هي هذيك. ملي غادي تخرج على برا غادي تلقى الجثه ديال جارتهم كانت ميته ومنتحره. فهاد اللحظه هذه في الفيلا مارتين غادي تدخل للبيسين وكانت كتحرك بواحد الطريقه غريبه وكتغوت. وصوفي كانت في الدار كتاكل البيض خضر وكانت بحال اللي مبنجه. شيلسي ملي غادي ترجع للفيلا بقات كتهضر مع صحاباتها وقالت لهم بلي لقات جارتهم ميته وعاودت لهم على داكشي اللي واقع. صحاباتها كاع ما غادي تسوقوا الهضره ديالها، قالت لهم انا متاكده 100% بلي هذا المخلوق اللي عندنا في الفيلا راه مخلوق فضائي ولكن ما غاديش يتسوقوا له. شيلسي غادي تنزل عند داك الحيوان باش غادي تسولو شكون نتايا وشنو بغيتي منه. ملي كانت كتهضر معاه غادي يبقى يشوف فيها وغادي يجمدها ببلاصتها وغادي يتحكم لها في العقل ديالها. غادي تبقى تحيد حوايجها حتى لواحد شويه غادي تضرب الفيقه ولبست حوايجها وعرفت بلي هذا الكائن هذا غريب وكان باغي يدير معاها شي حاجه. في البلاصه مشات عند صحاباتها وبقات كتغوت عليهم قالت لهم خصنا نمشيو بحالاتنا دابا من هنايا. صحاباتها ما بغاوش وكانوا باغيين يدابزوا معاها. في هذه اللحظه هذه البنات غادي تخلعوا ملي غادي يشوفوا كرشهم بدات كتكبر غير بوحدها وكتخرج لهم واحد الماده كحله من عينيهم. شيلسي غادي تهبط عند داك الحيوان بغات تقتلهم حيت هو اللي كيتحكم فيهم. وملي وصلت عنده داك الحيوان غادي يحس بالخطر وغادي يتحكم في البنات بجوج بيهم باش غادي يجيو يعاونوه. وهبطوا عند صاحبتهم شيلسي وكانوا باغيين يدابزوا معاها. صحاباتها ملي وصلوا عندها ضربوها طيحوها، وملي ضربتها الفيقه سولت داك الحيوان وقالت له علاش درتي لي في صحباتي هكا. داك الحيوان غادي يحرك راسه وهنايا غادي تشوف كلشي، غادي تعرف بلي هذا الحيوان هذا الغرض ديالو كان باغي بلي البنات يحملوا منه يولدوا بزاف ديال الكائنات بحالو. شيلسي ملي غادي تشوف الخطه ديال هذا الكائن هذا وعرفت بلي راه باغي يسيطر على الارض غادي تجبد واحد الهراوه وبقات كتضرب فيه حتى قتلاته. البنات صحاباتها ملي غادي يحسوا بالخطر غادي يهربوا بحالاتهم. شيلسي غادي تاخذ داك الطوانيبيل الصغيره وغادي تم غادي كتقلب على البنات حتى غادي تبان لها صوفي. ملي شافتها غادي تكسيري مزيان ودخلت فيها. من بعد هبطت عندها وهرست لها راسها بداك الزرواطه وكان طالع لها الدم حيت صاحبتها ولكن ما عندها حتى شي حل واحد اخر. من بعد غادي تبان لها صاحبتها مارتين وتبعتها خصها حتى هي تقتلها ما خصهاش تخليها تبقى عايشه. ملي وصلت عندها مارتين غادي تهجم عليها وبقاو كيدابزوا بجوج بهم. فهاد اللحظه هذه غادي يوصل واحد خونا وعنده السلاح. ملي غادي يبقى يشوف غادي يلقى جوج بنات كيدابزوا ما غاديش يعرف شنو واقع. وملي شاف البنت اللي سميتها شيلسي هز داك الزرواطه وغادي تقتل صاحبتها غادي تيري عليها. كان كيسحب ليه بلي البنت اللي سميتها شيلسي هي اللي ما مزياناش، مشى هز البنت اللي سميتها مارتين وغادي يديها باش يعاونها. شيلسي غادي تضربها الفيقه لحقاش هذيك القرطاسه جات لها في كتفها، مشات كتسبق الطوموبيل ديال صاحبنا ولكن غادي تفاجئ غادي تلقاه طايح في الارض وكان ميت. ملي داس مور الطوموبيل غادي تلقى صاحبتها بدات كتحول، غادي تاخذ السلاح وتيرات عليها قتلتها. شيلسي من بعد طاحت الارض وما فهمت والو من هادشي اللي واقع وقالت صافي بلي كلشي سالا. ولكن ملي غادي تهز راسها السما غادي يبان لها بلي بزاف ديال النيازك كانوا دايزين، وغادي تعرف بلي الحرب مع الكائنات هادو ما سالاش عاد غادي تبدا. وهنا غادي يكون سالا نور خاص ديال الفيلم ديالنا. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. تشاهدوا فيديو جاي تهلاو، السلام عليكم.